مرحبا معكم عائلة أولاد. يا جماعة اليوم المقلب بدلشان. دلشان طبعا هلا جاي على الطريق قلنا لتعال اليوم في تصوير. وجهزنا المقلب أنا وطارق وسمير وأبو رعد. فإن شاء الله يعني يكون ردة فعله قوية ويطلع المقلب ناجح. طبعا رح نغير ومباشر بالمقطع. تمام؟ استنونا تابعوا المقلب للأخير. يلا. ننزل نشوف يعني نروح بس السرعة والله ما تطولوا. طب ليه بعزف كمان ها؟ يعني كيف؟ هذا الدربكة عمري 23 وقت كان عمري 20 سنة طبعا الفن يعني هذا شيء ثاني يعني الفن من زمان يعني كتأليف كتمثيل غناء عزف بس سوريا ما كنت تصور لا لا بس كنت انا عم سير دور ممثل سوريا سير دور كعداد ممثل كان الله يرحمه عمر حجه هو المستلم يعني عمر حجه كان في مؤلف مسلسل باب المقام كاتب المسلسل كمان كان باللجنة في حازم حداد الطولان أحمد محمود اللي كان عم يدرسنا التمثيل اسمه ليا قجميل هذا الشخص مدرسه ل أيمن رضا إيليا قجميل إيليا لا إيليا أي هذا الشخص فنان أو إيش نص فناني سوريا هو مدرسه بالتمثيل وكنا مسويين دورة أداء ممثل قضي ياسين بالمعهد عارف ولا مسرحية هو هذا أستاذه يعني ما شاء الله عنه كثير كثير فنان يعني فنان بس بيقولوا عالمي يعني المسرحيات كنا نسويها مثلا على شكسبير وهاملت ويعني الشخصيات المسرحيات الأجنبية انا يعني قلت له يا اخي نحن عرب طيب هلا انا ما يعني اجي امثل نسيان غريب ابني الو شيف لا ايش ما انت شلون وين هو هلا ايه شارع وين مين اخذوه وصار معه طيب طلعت الإسعاف؟ عمو طيب نزلوا؟ ايه ايه بس شو صابوا شي؟ لكن ايه بابا نسيت حضرك قمصتها ونزلوا يا الله يا خلا نزلتوا ابني هلا نزلتوا وين شلون عفست؟ طيب اتصلوا على الإسعاف طارق اتصل اتصل الإسعاف ابني اتصل الاسعاف طارق قول لحدا حواليك يا الله عليك قول لحدا حواليك اتصل الاسعاف طيب ابني اتصل الاسعاف اتصل اتصل الاسعاف بسرعة ابني وين انتو طيب وين انتو وين انتو اتصل اتصل انا جاي لعندكم ايش صار لك عم تبكي؟ طيب عمو خلينا نشوفه طيب طارق جاي 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 لك ما في عدد حواليكم ما حدا عم لك طارق ما حدا عم يعمل شيء
طيب رح تحكوا هيك؟ هقول لي طلبوا الاسعاف. يلا شلون هلا نزلوا هلا نزلوا. يلا ما عبرت ليش ما عبرت؟ طيب مو هو قالكم انه عند شارع بيتي؟ خلينا ننزل بس نشوفه اذا اخذوه ولا لا. العالم هيك عم تطلع عليه يعني. يا الله يا طارق رد. طيب عمو خلينا ننزل. مو هو قال لك انه طلب الاسعاف بس نشوف اذا راحوا ولا لا. والعالم هيك عم يتطلعوا عليه يعني تاركينه. ايه ايش بدي اسوي؟ وين أخوه؟ وين سمير؟ وين سمير طارق؟ طارق؟ ما أشفى؟ ما أشفى؟ طب وين أخوه؟ أخوه؟ أنت ليش ما رحته؟ ما أصير لازم الهار عم أشفى. ليش ما رحته؟ إيه ما أشفى راحوا؟ والله كتبوا لي اسمي. طيب نروح؟ طيب روح وشوفوا طارق؟ خلص مني ايش صار له؟ طيب قول لي شلون نعفاز؟ طيب ليش ما رحت؟ السيارة طلعت عجوا. السيارة طلعت عجوا روحت لحالك. لك ليش ما رحت؟ ليش ما طلعت وراه؟ لك ما خلوني يا اسطى ما خلوني. لك كنت تاخذ تاكسي وتروح هيك خليته لحاله يعني يموت؟ لك اعطينا العنوان احسن من جوا. شلون يعني ماشيين نص الشارع انتوا ابني؟ ليش هيك؟ انا عن جد ما عم بفهم كيف بتخلي هيك وتجي لعندي؟ لك ما خلوني جد اطلع معه وصاروا يعيطوا عليها ما بصير. تاكسي وتروح تلحقه هيك؟ ما بيتك ازي؟ لا مصيبه يعني هلا اشي ما رح نسوي اليوم. صدمه كبيره صدمه كبيره صدمه كبيره. تعمل ليه لعبت التصوير؟ سوري ابني نزعتونا التصوير؟ والله ما رح نسوي. طب واحد ما بيحسن يعني والله تعال سمي ثار عيد الشر عني. انا بقيت عن جد يعني لما شاهدنا على الوقع عن جد صدقني. طيب المحبوس هون يا جماعه. انا برد قلبي وهي يعني تصور يكون لا سمح الله عن جد خدش ليش قلبك هيك يا قاعد؟ اذا كنت خدش بتلاقيني طرد صرت عنده بدي اقعد صور هيك وقلبي انا بارك لسه ما جاي قلب ما خلوني صدقت ولا لا؟ شايفه؟ هلا يا جماعه يوتيوب انا بالمكالمه صرت ابكي وعلي صوتي. ايه ايه الشارع عم بقول له وطي صوتك. انا ما بديش نوطي صوتك. انا ما بدي اوطك. انا ما بدي اوطك يا جماعه. ابوي انا والله. انت لانه اذا هدول حطوا حجر. انا والله.
يا جماعه طبعا هذا يعني مقلب خفيف بدي اقول لك طيب يعني خطي هيك نقص عليها كثير لك عن جد انا استغربت انه كيف هيك قلبك بارد وقاعد وعلى طبعا نحن جهزنا الاضاءه اساس فورا نصور قلت له لسمير وطارق نروح اشتروا لي هيك شغله وتاعه عشان نبلش بالتصوير فما شكيت انه في اناره طبعا والله العظيم يعني هي روح خلينا نروح انا بقى ايه يلا بس اشوفه بعدين اهم شيء ما تكون التصوير يعني على التصوير بعرف هيك تركبت اتش ام جي لا انا بقول لها مشان التصوير تعال تعال مشان انا بقول لها التصوير والله العظيم ما في حلو والله العظيم عم برجع انا بقى قلت له يا ابني روحت لنا اليوم التصوير طلعت علي ما فهمت الاول اول شيء ما فهمت ما فهمت انا عن جد عم برجع تصوري تصوري يعني تصوري لك بدي اخذ منه العنوان قال شو يا جماعة طبعا هذا مقلب خفيف هيك سويناه بالشات طبعا هلا جينا رح نصور ما بلشنا بالتصوير هلا رح نبلش بالتصوير فقلنا انا ما عرفت كيف اصور يعني تحميد التصوير بسم الله الرحمن الرحيم التصوير نطلع براس دلشان اليوم ان شاء الله يكون مقلب عجبكم استنونا بمقالب ثقيلة بدلشان يعني مقالب مقالب يعني مصايب والله يعني موت اقل من هاسي في موت هذا حادث يموت لسه عنا ما بعد الموت كمان يعني لا انا ما في ان شاء الله يكون مقلب عجبكم تعطري ان شاء الله يكون مقلب عجبكم يا جماعه استنونا بمقالب وتحديات نار 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 مبينين 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 يا جماعه استنونا هلا بدنا نصور تحديات شغله هادي استنونا بالحلقات الجاي يلا بناكل بخير يا رب نشوفكم بخير بس شلون بشان؟ فخم